السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غير واحد القضية بغيت نشير ليها اللي هي الطلبة اللي كيخرجوا من لافاك، حيت أنا كنسكن في واحد الحي اللي فيه الجامعة، جامعة منزور، وبطبيعة الحال ديما ملي كندوز كنلقى بزاف ديال الطلبة كيعانيو من مشكل ديال الترونسبور، يعني كيكون ضغط، يعني العشرات ديال الطلبة كيتسناو واحد الطوبيس وكيتزاحموا عليه وكيكون بزاف ديال المشاكل. لهذا كنوصين الناس ديال الحي ديالي او الناس بصفة عامة اللي عنده الطوموبيل ودايز دايز دايز اللهم يهز معاه واحد خمسة الناس ولا اربعة ولا على حسب البلايص ديالو، ياك الليسانس اللي غيخسر الا مشى بوحدو هو اللي غيخسر الا ركب مع شي وحدين. فعلا كاينه ديك القضية ديال ما كايناش الثقه، ما تركبش شي واحد يقدر يغريسيك ولا شي حاجه، ولكن هادو راه الطلبه، يعني الا دزتي حدا سميتو حدا الطريق راه كيبانوا لك هزي المحافظ ديالهم وكما فيها بس باش توقف وتهز معك شي وحدين باش توصلهم الا غادي بطبيعه الحال لديك الطريق اللي غادي نوما. الاغلبيه كيبغيو غير ايت ملول، يعني كلشي كيدوز من ايت ملول، جميع الطوموبيلات اللي كيجيو اللي كيدوزو حدا لافاك كيدوزو حدا ديك البلاصه فاش كينزلوا طلبه. اللي هذا الوصيه ديالي ولا كنطلب من الناس اللي عندهم الطوموبيلات وكيدوزو ما فيها بس توقف وتهز معك شي طلبه راه مساكن كيعاني ومع الترونسبور، والله العظيم كيعاني مع الترونسبور. كاين كاع اللي كيتسنى من جوج مثلا حتى الاربع عاد يركب، او لا كاين اللي كيتسنى من 6 حتى ل 8 عاد يركب. اذا خصنا نتعاونوا، وكما قلت ما فيها بس الا عندك طوموبيل هز معاك شي وحدين، راه الطريق ديالك هذيك وفيها غير خير بطبيعه الحال، الله كيعوض لك في اشياء اخرى. ماشي بالضروره خص درتي ليسانس راه خسرتي فلوس في ليسانس صافي راه ما تهز معاك بنادم اخر، لا، داكشي اللي غتخسر الا ركبتي بوحدك راه هو اللي غتخسر الا هزيتي معاك ناس اخرين. يلا تحياتي، دابا غنمشيو ندير واحد سميتو، دابا غنمشي للطريق ديالي لايت مدلول وغنهز معايا شي وحدين. عيد ملول غادي ليك ملول معها اللحظة، أنا درويش عادي بالقلب.